السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على دي فون ديال لي كيش. غادي نحتاجوا في المكونات ديالهم 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، 75 مليلتر ديال الماء، واصفر بيضه. بالنسبه للماء والاصفر ديال البيض وكذلك الزبده خصهم يكونوا باردين مزيان كيف ما كنت عملت في الكيش اللي اقترحت لكم من قبل، الكيش بالبصل. غادي نخلطوا هذا الاصفر ديال البيض مع الماء، غادي نضيفوا عليهم السكر والملحه، كنخلطوا كلشي مزيان ونخليوه على جنب بين ما دابنا السكر والملحه. في اناء غادي نضيف الدقيق وال125 ديال الغرام ديال الزبده، وال125 غرام ديال الزبده اللي كيف ما ذكرت كتكون بارده، وغادي نبداو نخدموا فيها هكا غير بالطرف ديال الصبع. من بعد ما كنرملوا الخليط مزيان غادي نضيفوا هذا الماء ونجمعوها دائما غير بالصبع ما ندلكوهاش. كما ملاحظين الخليط كيتجمع، كنحاولوا دائما غير كنلفوا هكا الكره ونبسطوها واحد شويه باش تفرد لينا بسرعه. غادي ندخلها الثلاجه على الاقل واحد الساعه حتى غادي تماسك هذيك الزبده مزيان قبل ما غادي نبداو نخدموا بها ونشكلوا منها لي كيش. العجين بعد ما ارتاح ساعه تقريبا حتى كيتماسك، ممكن انا نخليوه ليله كامله، ومن بعد ملي كنبغيو نخدمو كنجبدوه واحد شويه يرجع الحراره ديال المطبخ قبل ما نبداو نسرحوا فيه. في المكان ديال العمل غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق، كناخذوا مقطع اللي كيكون كبر من هاد المول ديال المفين، لان غادي نديرهم في هاد المول ديال المفين مقلوب كيف ما ملاحظين. كنقطعوا الدائره وكنحطوها مباشره في الوسط كيف ما كتشوف معايا. المقطع خصو يكون كبر باش ملي كنحطوها كينزلوا دوك الجناب. غادي نستمر بهذا الشكل هذا، من بعد ما كنكملوا غادي نديروا هكا الثقوب بالفرشاطه، وغادي نحط عليهم المول ديال الطارتوليت باش كيبقاو شادين الشكل ديال هذا ديال المافين. غادي ندخلهم الثلاجه حتى تبرد العجينه مزيان، لان كنكونوا خدمناها والزبده كتبدا كتسخن. من الاحسن اننا ندخلهم الثلاجه يبردوا قبل ما نديروهم يطيبوا نص طيبه باش كيبقاو شادين الشكل ديالهم. من بعد ما دخلت هاد لي فون دو كيش للثلاجه خليتهم حتى بردوا مزيان، عاد دخلتهم يطيبوا في الفران اللي كان مسخن من قبل. ضروري اننا نسخنوا واحد شويه من قبل باش ملي كندخلوهم بالزربه هذاك مع لو شوك تيرميك ديال الفران اللي سخون وهما باردين كيتجمعوا، هذيك الزبده ما كتبداش كتذوب. ملي كتبدا كتذوب كيبداو كيديعوا لينا من الجناب. المهم هما اننا خصنا نكونوا مبردينهم عاد ندخلهم في الفران اللي كيكون سخون من قبل. هنايا دازت المده تقريبا ديال 10 دقائق بحال ما هكاك، غادي نخرجهم باش نقلبهم يكملوا يتشدوا يشمعوا شويه من تحت. كيف ما ملاحظين هاد البلاصه اللي بقات مغطيه بالليمون ديال الطارتوليت بقات شويه باقا خضراء، من هنا صافي نشفوا خصنا غير يتشمعوا. مازال نطيبوهم مع الحشوه، المهم خصهم ما يبقوش معجنين كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيبقى مقاد بهذا الشكل هذا. غادي نرجعهم واحد شويه الفران واحد 5 دقائق تقريبا دائما مع المراقبه. غير نشوفوا عاد غادي نخرجهم. لي فون دو كيش بعد ما دخلتهم للفران حتى نشفوا من العجين ما بقاوش خضرين، ولكن ما كنطيبوهمش لان مازال غادي نديروا فيهم الحشوه وغادي نعاود نكملوا لهم الطياب كما ملاحظين معايا الشكل ديالهم. هادو بالنسبه اللي غطيتهم بهذوك لي فون اولا بالمول ديال لي طارتوليت، وهادو اللي بالنسبه اللي خليتهم بلاش كيجيو في التزيين ديالهم اولا في الشكل ديالهم سامبل. بالنسبه لهنايا عندي هادو مربعين،
قطعت العجينه بهذا المول هذا على شكل مربع، وعمرت لي فون عادي باش نحصل على شكل ديال لي فون دو كيش اللي غادي يكون هكا مربع. بالنسبه لي انا من بعد ما بردوا مزيان غادي نوضعهم في واحد العلبه كيكونوا هكا وحده فوق وحده. ممكن انكم تغلفوا بالعدد اللي غادي يناسبكم، على حسب انا عندي كونجيلاتور كبير كنجمع كلشي هكا في علبه وحده بهذا الشكل هذا، يكونوا مفرقين. غادي نغلفهم مزيان وندخلهم مجمد، ملي غادي نحتاجهم غادي نجبدهم ونعمرهم. ضروري من اننا ننشفوهم ما نخليوش العجينه فيهم، وكذلك ما نطيبوهمش كما ملاحظين بقى عندي بيض باش من بعد ملي نبغوا نديروا الحشوه يبقى عندنا الوقت فين نطيبوا لاباط، ما تجيناش تبقى غير كتقصح. نقطع لكم وحده تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل، كما ملاحظين كتجي بحال المورقه. اذا هذا هو الاقتراح ديال اليوم اللي نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ما تنسوش دائما انكم تشاركوا معي في القناه، وكذلك انكم تفعلوا الجرس باش تبقوا توصلوا بكل ما هو جديد. وبصحه وراحه.